شايف الحبيب ازاي ناوي على ايه، وعلى ارض الواقع مشاعر الحبيب، وشايفك ازاي ناوي على ايه، وعلى ارض الواقع الطاقه بتاعتك يا برج الحمل. جاستس برج الميزان، كنت تكون تعمل مع حد برج ميزان. واضح كده ان ممكن يكون انت عندك خلال الفتره اللي هي الطاقه بتاعتك، يعني من الفترات اللي فاتت والفتره دي، محكمه او اسره، او في مثلا نزاع بينك وبين الحبيب على اطفال. بشكل عام برج الحمل في طاقه العدل، في طاقه انك بتطلب حقك، انت عايز العداله. في نزاع بينك وبين حد على حاجه، مش شرط كمان يكون اطفال، ممكن يكون املاك، ممكن يكون حقك بشكل عام في اي حاجه، بس انت في حاله نزاع يعني، وعايز حقك، عايز تطلب العداله. انت شايف يا برج الحمل، هنا انت عندكم برج الميزان فطاقته حاضر قوي يعني. انت شايف يا برج الحمل على فكره ان ممكن يكون في حد انت بتعمل مجهود في حاجه، في شغل او في بيت او في اسره، في ايا كان الشيء اللي انت بتعمل فيه مجهود، انت ما بتاخدش حقك. حاسس انك بتدي كتير لكن ما بتاخدش، يعني بتعمل شغل كتير، بتساعد ناس او بتساعد اللي حواليك، ايا كان انت بتعمل حاجه في حياتك بشكل فيه مجهود كبير قوي قوي وعطاء كبير، لكن انت ما بتاخدش مقابل الحاجه دي، بل بالعكس ممكن كمان تحس ان انت ما عندكش حاجه خالص، او انت اللي بتطلع مثلا زي ما بيقولوا كده من المولد بلا حمص، يعني ما فيش حاجه خالص، بتفضل انت اللي في وش المدفع وفي الاخر ما فيش. ممكن يكون ده في عمل كمان. طيب طاقه الحبيب التو اوف سورد، ده الحبيب محتار، في عنده تردد، في عنده حاجتين هو لسه مش قادر ياخد قرار فيهم، وفي عنده هنا طاقة برج الأسد سترونج، فممكن يكون هو مسيطر على مشاعره اتجاهك ومش عارف مثلا هل هو يبين لك مشاعره أو لا، هل مثلا لو في أطراف أخرى في العلاقة هل يكون معاك أو مع الطرف الآخر، بس هو بشكل عام في أمرين الحبيب لسه محسمش أمره فيهم، لسه مخدش القرار. ممكن يكون بشكل عام هو خايف من الحب، لأنه هو هنا مسيطر على مشاعره وعلى نفسه، فممكن يكون هو عنده خوف من الحب أو خوف من التفاعل معاك يا برج الحمل. الشخص ده عنده أمنية في المستقبل، بيبص في اتجاه المستقبل، عنده أمنية نفسه إن هو يحققها. ممكن كمان تكونوا بتتعاملوا مع حد برج دلو أو برج الثور. الشخص ده عايز يتوازن، وكمان في برج العقرب، هو عايز يحقق حاجة معينة على فكرة، في دماغه حاجة خاصة بيه هو عايز ينفذها، خاصة بقى بمستقبله، خاصة بأسرته، أيا كان، بس هو في حاجة معينة حاططها كده قدام عينه. مشاعرك ايه يا برج الحمل؟ السكس اوف سورد، انت عايز تمشي ليه؟ هو انت عايز تمشي، عايز ترجع، تمام، لان هنا الاتجاه مختلف، فممكن تكون عايز ترجع لعلاقة، علاقة مثلا قديمة او حاجة. طب احنا هنشوف بقى، انت عايز ترجع ولا عايز تمشي؟ تقريبا انت عايز ترجع لعلاقة لان انت حاسس بالوحدة. البعض من اصحاب برج الحمل حاسس بوحدة كبيرة قوي قوي، وبان هو يعني متضايق، حاسس بحزن، حاسس باليأس، تمام، فانت ممكن تكون عايز يعني عندك رغبة من جواك انك انت ترجع مثلا لعلاقة انت كنت سبتها، او لعلاقة كنت قررت مثلا انك هتدي للشخص ده ظهرك مثلا، او كنت عايز تعلمه بس درس، مش فكرة ان انت تنفصل عنه بس الموضوع طول او الموضوع كبير مثلا هكذا يعني. فانا حاسة هنا ان انت بتحاول تبص على القرار، بتعيد نظر في القرار اللي انت خدته ده، وفي اللي حصل بينك وبين الحبيب، وفي مشاعرك كمان، مدي لمشاعرك اهتمام كبير، انك انت الموضوع بيكبر جواك، احساس بانك لوحدك، وانك انت في حاجات كتير بتضغط على اعصابك وبتضغط عليك، وانت مثلا عايز حد يكون جنبك في الموقف ده او في الوقت ده، يشيل عنك او يكون معاك بشكل عام. حتى لو ما بتكون مثلا بتشتغل او بتحاول انك تملى الوقت الفراغ بتاعك بشغل او بحاجة، برضو بتفكر في الحبيب حتى وانت بتشتغل.
انت بتشوف الحبيب ازاي، بتشوفه الثمان اغصان. انت ممكن تكون بتتعامل مع حد برج قوس، في طاقة برج القوس وفي طاقة برج الجوزاء برضو. انت شايف ان هو متغير. طيب هقولكوا على حاجة كمان يا برج الحمل، انت ممكن تكون للناس اللي حابة ان هي تخرج من العلاقة دي او بتفكر في الرحيل من العلاقة دي، مش مسألة ان هي ترجع يعني، للسيناريو اخر يعني، للناس اللي هي حابة تخرج من العلاقة دي، لان انت شايف ان الحبيب عنيدي ومهتم بشغله ومتغير عليك، فممكن تكون انت بتفكر تخرج من العلاقة دي، انت زعلان، حاسس بزعل، ممكن تكون انت حاسس ان هو بيتجاهلك، حاسس ان الحبيب بيتجاهلك ومشغول في الشغل بتاعه وواخد قرار، لان هي الكوين اوف سورد طالعة هنا في طاقة، طلع هنا في طاقة الحبيب، ان هو بيبص على المستقبل، بيبص على حاجة، بيتمنى حاجة خاصة بالمستقبل بتاعه، او في حاجة قدامه هو مركز عليه. فممكن تكون انت شايف كده فعلا ان الشخص ده بيتمنى حاجة في العمل بتاعه، او واخد قرار خاص بالشغل بتاعه، ان هو مثلا ما بيفكرش بمشاعره، بيفكر بشكل عقلاني اكتر من المشاعر، ومش مركز خالص على فكرة المشاعر، والدنيا حتى حواليه ممكن تكون قايمة قاعدة، بس هو برضه في وادي تاني او في مكان تاني، مش حاسس بيك او مش حاسس بالوحدة بتاعتك، بان هو كده بيتجاهلك، تمام؟ فممكن يكون انت حاسس ان هو مشغول عنك بالعمل، واخد قرار مثلا ان هو يركز قوي قوي في العمل بتاعه او في الشغل بتاعه، فمشغول عنك بالعمل ده، بيعمل حاجة فنية مثلا، حاجة فيها موهبة كبيرة، لان في هنا تركيز على الشغل. ممكن يكون هو معهوش فلوس، عنده مشكلة مادية ومشغول جدا في الشغل، فمش منتبه ليك، فعشان كده انت مشاعرك السكس اوف سورد، يعني بتفكر انك انت حاسس بخسارة في مشاعرك. يعني انا بصراحة حبيت ان انا اقول ده وده، لان لما طلع لي الكروت دي فده معناه ان ممكن يكون في سيناريو اخر كمان. طيب انت بتشوف ان الشخص ده ممكن تكون بتعامل مع حد برج حمل زيك، بتشوف ان هو بيعند معاك قوي قوي، وممكن يكون هو اب، يعني شخص عنده اسره، متزوج وعنده اسره، ممكن يكون كمان اكبر منك في السن. الشخص ده طول الوقت في الشغل، هو انت حاسس ان هو متغير عليك، على فكره شايف ان الشخص ده متغير عليك. ممكن تكون كمان حاسس ان هو بيوصله مثلا كلام عنك، او في حد بيملى دماغه اتجاهك، يعني بيتكلم مثلا عليك معاه فبيغير نظرته ليك، هكذا يعني. ممكن يكون بشكل عام في سفر كمان، انت شايف مثلا ان هو مسافر بعيد عنك او مش متواجد معاك في نفس المكان، بس هنا انا حاسه ان انت بتشوف الشخص ده ما عندوش مشاعر، ممكن يكون ده السبب في انك عايز تطلع من العلاقه، او تعبت من العلاقه دي، تحسس ان هو ما بيعبرلكش عن مشاعره، ما بيتكلمش معاك في امور مثلا، في الاهتمام، في امور تخصك او تخصه، هكذا. انت شايف ان هو شديد قوي وعنيدي قوي، وعايز يكون لك الكلمه الاولى والاخيره، وبيدور على مصلحته. ممكن تكون كمان انت شايف ان هو بدأ يتغير ويبقى شخص مثلا بتاع مصلحته، وبيدور على الامور اللي فيها مصلحته، فانت كمان عايز كده يعني. انت ممكن تكون انت كمان عايز تدور على مصلحتك، انت كمان عايز بقى تشوف حقوقك فين وكده، وتدور كمان على حاجة مثلا يكون فيها دخل ليك، او مصلحة، او مشروع، او حاجة هكذا يعني. طيب ناوي على ايه برج الحمل السكس اوف بنتاكل؟ بص انا حاسه ان انت مش هتغير كتير من طبعك، انت ما زلت معطاء، ما زلت بتدي، ما زلت بتساعد الناس اللي حواليك، نيتك انك انت تطلع لله وتساعد الناس، وان انت مثلا الشخص اللي بيكون محتاج لك تقف جنبه، ناوي انك تتوازن، بتحاول انك انت تخرج من فكرة التفكير السلبي او الطاقة السلبية خلال اول 10 ايام، عندك رغبة قوية في التحرر، التحرر من التعلق بالشخص ده، انك انت كمان تغير وجهة نظرك ورؤيتك للامور، عايز يكون في رؤية مختلفة، عايز تخرج من التفكير الاوفر، انك انت تقعد ليل نهار تفكر تفكر، لا نفسك انك انت تتحرر من الفكرتين دول. وممكن تكون انت بتساعد الناس اللي حواليك، او بتعمل حاجات لله كتير، او الامور دي كلها عشان خاطر كده، عشان ربنا مثلا يهونها عليك، وتقدر انك انت تخرج من طاقة التعلق دي، وطاقة التفكير بزيادة، والتعب في التفكير ده، لان الموضوع وصل لمرحلة تعب بالنسبة لك، فانت عايز حاجة يعني
يعني بتتمنى انك تخرج من الموضوع ده كله، او بتخرج من حالة التفكير الاوفر دي كلها، لان الموضوع تعبك جدا. طيب على ارض الواقع هتعمل ايه يا برج الحمل؟ عندك السيفن اوف وند، انا شايفة انك انت ما زلت صامد، ما زلت واقف في مواجهة اي حد، سواء ناس بتتكلم عليك، سواء ناس بتهاجمك، سواء ناس عايزين ياخدوا حاجة هي مش من حقهم، حاجة هي انت شايف ان هي ملكك انت ومن حقك انت، سواء بقى انت بتدافع هنا عن املاك مادية او عن حبك مثلا او عن اي شيء، بس الفكرة ان انت عندك طاقة صمود قوية جدا جدا في مواجهة اي مشاكل، في مواجهة اي حاجة، وقادر انك انت تدافع عن نفسك وعن حقوقك كويس، وده واضح اصلا من الطاقة بتاعتك اللي هو الجاستس، العدالة، انت عايز حقوقك، شايف ان في حد ممكن يكون بيجي عليك وبيتعدى على حقوقك. ممكن تكون برضو بتتعامل مع حد برج القوس او برج الجدي، برضو طاقة برج القوس المتواجدة معانا هنا. ممكن يكون عندك سفر يا برج الحمل، الناس مثلا منتظرة سفر او انتقال من مكان للتاني، فهيكون ده موجود معاكم في اول 10 ايام في الشهر. ممكن تكون على فكرة انت على ارض الواقع عندك صراع مع نفسك، مش مسألة بقى مع حد او كده، ممكن يكون انت عندك صراع في مواجهة نفسك وفي تحقيق الحاجة اللي انت عايزها. يعني ايه؟ يعني انت عايز تخرج من الوضع ده وتخرج من الامور السامة دي والسلبية دي، لكن قلبك ومشاعرك رايحين في اتجاه تاني، انت وعقلك وقراراتك في اتجاه وقلبك ومشاعرك في اتجاه، ففي هنا صراع، تمام؟ في هنا زي انت بتعمل حاجه غصب عنك، يعني قلبك ومشاعرك عايزين الحاجه دي وانت بتجبرهم على حاجه تانية، تمام؟ بتجبرهم مثلا التخلص، لان انت نفسك شايف ان في هنا عندك طاقه سلبيه، في عندك ادمان، او في عندك حاجه انت بتقاوم الحاجه دي، تمام؟ انت بتقاوم، عايز تتغير من جواك، رغبه كبيره جدا يا برج الحمل في التغيير خلال الفتره الجايه، وبتواجه الموضوع بكل شراسه، انك انت بقى تفك التعلق، تفك الادمان، تفك العاده سيئه او حاجه سلبيه عندك، او اي حاجه، او ممكن حتى لو لبعض من اصحاب برج الحمل عارفين ان هم مثلا معمول لهم سحر او معمول لهم او محسودين، فانت بتقاوم الموضوع ده، بتقاوم فيك الحسد ده مثلا بانك تطلع لله او انك تعمل اعمال خيريه مثلا، وانك لو انت مثلا معمولك برضو سحر او حاجه بتقاوم الموضوع على قد ما تقدر، وعايز تتغير جدا، عايز تغير الامور من حواليك وتغير العادات اللي ممكن تكون بتخليك مثلا متضايق متعصب هكذا. انا بقول برضو جميع السيناريوهات. طب ايه مشاعر الحبيب التو اوف كابس؟ الشخص ده بيحبك، شايف انك انت نصه التاني وتوام روحه. على فكره هو هنا بيحاول يسيطر كمان على مشاعره، فلو هو مثلا مش مبين لك فده عشان هو اللي قاصد، لكن مشاعره الحقيقيه ان هو بيحبك، بس هو بيسيطر على نفسه او على مشاعره، وخايف على قلبه، هنا هو قافل على قلبه، خايف من الحب، ولسه هو اصلا مش عارف ياخد خطوه ومش عارف يعمل حاجه. الشخص ده بيفكر فيك وزعلان قوي، ممكن تكون بتعامله مع حد برج الحوت، بيفكر فيك، عنده هو كمان حاسس بالوحدة على فكرة، بس هو زعلان اكتر منك، حاسس ان انت القدر بتاعه، ان مقابلته ليك ولقائكم مع بعض كان قدر، وان الحظ دلوقتي مش في صالحكم، يعني الفكرة بالنسبة له او الفكرة اللي في دماغه ان هي مسألة حظ وقدر، يعني ايه مثلا؟ بيقول لك احنا حظنا وحش دلوقتي، او احنا مثلا ملناش حظ مع بعض كويس دلوقتي هكذا، وشايف ان الامور متدخل فيها مثلا النصيب والقدر وان هو ربنا اللي عايز كده، تمام؟ بس هو من جواه حزين قوي وبيفكر فيك جدا وتعبان، تعبان الشخص ده، وحاسس بوحدة من غيرك على فكرة، هو بيحبك، بيشوفك ازاي؟ الفايف اوف سورد، هو بيشوف انك انت اهم حاجة عندك كرامتك وكبريائك، وانك انت ممكن تخسره عشان خاطر تكسب في مثلا في خناقة او في معركة بينك وبينه او في حوار او في اي حاجة، وبتهد الدنيا على اللي فيها، يعني ما بتبقاش عليه من الاخر كده، اي خناقه او اي حاجه بتقوم جايب عليها وطيها كده وتعمل معاه خناقات جامده، والمهم ان انت تخرج من الموضوع انت الكسبان وانت المنتصر وانت اللي صح. ممكن يكون ده حقيقي يا برج الحمل، لان انت هنا عندك طاقه في مشاعرك، طاقه السكس اوف سورد، فانت هنا ممكن تكون ما بتستحملش من الشخص ده اي حاجه وبتقوم سايبه وماشي،
او بتقول له انت اصلا ما بتفهمنيش او ما تفهمش مشاعري وبتقوم سايبه. انت الامنيه بتاعته يا برج الحمل، بيحبك الشخص ده على فكره قوي، بيشوف انك انت الامنيه بتاعته، وبينك وبينه ذكريات كتير جدا جدا، وبيشوف ان انتوا في الاول وفي الاخر ملكوش الا بعض. اقولها لك كمان اكتر بقى بالطاقه اللي واصله لي، بيشوف ان في الاول وفي الاخر ملكش الا حضنه. تمام، عارف انت، شفت انت فكره لما يكون مثلا حد جاي من سفر او حد جاي من بعيد وانت فاتح له حضنك كده يجي عليك جري؟ هي دي الفكره. الشخص ده بيشوفك كده، بيشوفك انك هتلف وهتروح وهتيجي، وممكن تبعد وممكن تقرب، ممكن تعمل اي حاجه، بس مرجوعك ليه هو في الاخر. ممكن على فكره دي تكون علاقه زوجيه مثلا، في انفصال طلاق بطلاق مثلا، او في حاجه رسميه بشكل عام، سواء كده او كده. والشخص ده شايف انك انتوا الاثنين في الاخر مصيركم لبعض، وهو شايف ان الذكريات والامور اللي حصلت بينك وبينه كتير جدا، يعني ما تتنسيش من الاخر. وممكن كمان يشوف ان انت بيهون عليك الذكريات معاه والوقت اللي انت عشته معاه. طيب الشخص ده ناوي على ايه؟ التين اوف بنتاكل، هو عايز استقرار، عايز سعادة، عايز تتجمعوا تاني مع بعض. لو انت اللي طالب منه الطلاق يا برج الحمل، فهو مش عايز يكون في انفصال ولا طلاق بينك وبينه ولا نزاعات، عايز الأسرة ترجع تاني تستقر. ولو انتوا حتى يعني تحبوا بعض بس مفيش زواج ولا حاجة، فهو برضو عايز يكون في استقرار في العلاقة دي. نيته هنا فيها خير قوي، فيها استقرار، فيها لمة، فيها يعني ان هو يكون معاك. اه برضو بص، برضو طلع لنا نفس الكارت التن اوف بنتاكل. هو حاسس ان هو تعبان من غيرك، ان الجو بينك وبينه مضطرب بس لا اكتر ولا اقل. يعني نزاعات مثلا، نفسيتكوا تعبانه، كل واحد فيكم نفسيته تعبانه من التاني، ضغوطات الحياه. هو شايف ان في ممكن يكون كمان في ازمات من الحياه هي اللي بتسببها، مش مساله حب، لان هو شايف ان العلاقه بينك وبينه فيها نصيب وفيها قدر وفيها كده. ممكن يكون المال بيلعب دور كبير في العلاقه دي، يعني توافر الاموال للزواج مثلا، او اهل مثلا، برضو ممكن الاهل بيلعبوا دور في العلاقه ديت، ان الاهل بيكونوا رافضين. المهم ان هو حاسس ان في ظروف خارجيه هي اللي متحكمه في العلاقه، مش مساله انت حبك انت وهو. هو بيحبك ومفيش عنده اي مشكله. ناوي على ايه؟ ذا صن، الشخص ده عايز يرجع لك، ناوي يرجع لك. هيرجعك ليه على فكره؟ لو انت اللي ماشي، لو انت اللي ماشي من العلاقه دي هيرجعك. لو انت بص، لو انت وشك هنا اهو، بص جاي كده، لو انت هتمشي هو هيخليك ترجع له تاني، هيخليك ترجع وتكون معاه تاني، هيغير الاتجاه بتاعك. ولو انت لو يعني ايا كان في انفصال بينكم، هيكون في رجوع هنا، في تغيير في اتجاه الرحيل خالص. فمعنى كده ان لو انت ايا كان بقى ماشي هترجع، لو انت ناوي. لو هو اللي ماشي فهو ناوي يرجعك ليه، يرجع لك يعني، يكون فيه. وفي برضو التن اوف كابس، فنفس الفكره، لم الاسره ولم الشمل بينك وبينه. الشخص ده ناوي اتجاهك جميلة جدا. ذا صان عايز يعيش معاك الحب من اول وجديد، عايز يكون واضح معاك، وعايز يكون يحس بالسعادة. تمام، هو عامل زي الطفل البريء اللي هو يعني ايه، بيغضب. شفت الطفل لما بيغضب من مامته مثلا ويرجع لحضنها تاني بسرعة؟ هي دي الفكرة برضو. The eyes of beauty، عيون الجمال، بيقولك شوف الدنيا بعيون جميلة، ما تشوفهاش من وجهة نظر انت حابب تشوفها بيها، يعني ما تركزش على السلبيات. فنرجع لنفس الفكرة، نص الكوباية مليان ولا نص الكوباية فاضي، حسب رؤيتك انت. في ناس هتشوف ان نص الكوباية فاضي، وفي ناس هتشوف ان نص الكوباية مليان. هنا بيقولك شوف نص الكوباية مليان، شوفها بعيون جميلة، شوفها بإيجابية، شوفها بوضوح. روم، برج الحمل، انت هنا رافض ان الناس تقرب منك، رافض ان الناس تعدي الخطوط اللي انت عاملها. انت عامل زي دايره حواليك وقاعد في نص الدايره دي، واللي هيعديها هيبقى تبقى مشكله. رافض اي زيارات، رافض اي كلام، مش عايز انك تدخل الناس في حياتك او تديهم مساحه في حياتك. فهنا الكارت ده بيقول لك لا، يعني حاول انك انت تتاقلم مع الناس وتتجاوب معاهم، وتشوف ايه اللي فيهم هيناسبك اتعامل معاه، واللي مش هيناسبك برضو عادي، يعني
اختلاف لا اكتر ولا اقل، لكن ما تنعزلش انت في اوضه مثلا لوحدك او في مكان لوحدك وترفض اي حد مختلف عنك او اي حد عايز مثلا يكون معاك، لا ما تقفلش على نفسك الاوضه يعني. الكارت ده بيقول لك انت قدامك اتجاهات كتير، تمام؟ ما تحطش لنفسك عقدة في الطريق بتاعك او مشكلة في الطريق بتاعك وتقف وتحتار، فك انت العقدة دي، تمام؟ وبعدين ما تقولش يعني اروح هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، مش هينفع مش هينفع، لازم تشوف الامور بشكل واضح زي ما قال لك هنا بالظبط، شوف الامور بشكل واضح وشوفها بشكل ايجابي، هتعرف انت رايح فين وجاي منين وهتحدد طريقك، لكن طول ما انت واقف في النص حاطط عقدة وواقف كده في النص مش عارف تروح فين وقدامك مليون اتجاه عمرك ما هتمشي. يعني الموضوع بايدك من الاخر، انت اللي حاطط اصلا العقد دي كلها. اهو بيقولك حرر نفسك بقى، حرر نفسك، free yourself، حرر